الاوبليتريشن اللي بتاعها بالدنتال بلب. بشوف انه البلب هنا اول شيء انه بشوف التيث عباره عن شيل تيث. بشوف الثيكنس مالته تحس الاسنان هذه هسه متبعدها. اكو عندك الطبقات الطبيعيه مالت الانامول مال الدنتين تقدر تميزين طبيعيه. بشوفها عباره عن مثل القشره مال البيضه شايفها حوالي فتشي براكب نصل. وشوف البلب كله ماخذ البلب كبير ماخذ يعني هذا هسه لا تجي تسوي له بريفليشن مباشره انت تدخل على البلب. هذا ممكن كلاس 1 يسوي لك بلبك اكسبوجر حتى لو كان سمبل لان عندي بلب اوبليتريشن. بعد هذه كلينيكالي شوف عنده بدو سكليرا الكلر مالته صاير بيها ديسكلريشن. شنو بدي اشوف هنا؟ هنا بالنورمال كونديشن هاي الدنسيتي مال البون هذا الاوبيسيتي البياض العالي اشوفه هنا لو اشوف بيناته شنو اكو؟ اكو ترابيكلي مال البون اكو 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 نسبه من السواد هاي الترابيكلي هذا البون مارو ماتريكس ماكو هنا كله دنس بون كله ابيض كله معتم كله كورتكس كله بون كله بون ماكو عندي بون مارو ماكو ماتريكس كل البون مالته ابيض. لكن اذا هسه تجيب اكس راي عاديه مريض عادي شوف اكو مثل هذا اكو نسبه هنا شنو؟ من هاي الانتر ترابيكلر سبيسز لانه هذه ما تاخذ الاشعاع صحيح؟ فتبين راديوليوسنس. نشوف هنا معتم كله ابيض كله دنس راديو اوباستي. بعد الهيستوباثولوجي مالته هذه البون ترابيكلي شوف هنا كله الكلر مالته بينك هذا كله دنس بون. شوف الانتر ترابيكلر سبيس مش قد قليل هاي الفراغات البيض هذه هي جاست ذا انتر ترابيكلر سبيس. تذكرون الصور مالت الروت مالتها صغير عبالك ديسيديا صغير ما تقول هذه دم والروت مالتها لازم ماخذ وضعها الطبيعي. شوف الجد السايز اوف ذا روت هنا حتى الدرمننت السايز مالت الروت مالتها تكون كلش ثن وشورت هاي بعد بنص بطن يعني سيكلوروسيس يعني ماس نباتي سيكلوروسيس فور اول ذا ماندا بون حد ما عندي هاي هاي السيلولار ماكو هيجي بون ترابيكولي اصلا ابو ترابيكولي هنا الترابيكولي مالتي البون اوستيوبلاست وهذا كله هنا اوستيوبلاست على الحافه مال البون. اصلا البون كله هنا متغير متحول الى شنو؟ هاي السيلولار كلها سيلز. هذا شو يسوي؟ كونتينوس بون ريزوبشن بون ديبوزيشن ريزوبشن اند ديبوزيشن سوف نسوي اللي يسموها ريفيرس لاين يعني هذا لاين هذا لاين هذا لاين. هسه راح اكو صوره ثانيه يسمونها ريفيرس لاين. شوف لاين مال ريزوبشن ريزوبشن لاين هذه يعني موست جاردينال ساين بالهيستوباثولوجي يعني مرات يجوا لك مثلا بايوبسي انت ما تدري انه بعده باجي ديزيز بس من اشوف هذه ريزوبشن لاين ريزوبشن لاين اقدر اقول انه هذه حط ديفرنشال دايجنوستيز وهاي سيلولاريتي عاليه انه هذا المريض ممكن يكون عنده باجت ديزيز. بس اقدر اكتفي وحدها بالراديوغرافي ولا لا؟